ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات بالمجمل. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. إذن يعني بيانات هذا الأسبوع والعديد من البيانات الاقتصادية التي تؤثر على تحرك أداء الأسواق تحديدا أسواق العملات، ما هي أبرز هذه البيانات تحديدا فيما يتعلق من مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة؟ صباح الخير. بالفعل نحن في انتظار العديد من البيانات الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع، والتي منها بيانات مبيعات التجزئة والتي ينتظر صدورها المستثمرون يوم الأربعاء المقبل. لكن ستمتزج هذه البيانات أيضا بانتظار المستثمرين لمحضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضا الذي سيصدر ليلة الأربعاء. المستثمرون حاليا يقيمون توجهات الاحتياط الفيدرالي بعدما صدرت بيانات الأسبوع الماضي لتظهر انخفاض حاد في معدلات التضخم في الولايات المتحدة من 9.1% إلى 8.5%. هذا الانخفاض في التضخم سيتطلب أيضا مراقبة توجهات الاحتياط الفيدرالي الأمريكي من خلال المزيد من البيانات الاقتصادية. فالتساؤل حاليا في الأسواق المالية، هل سيرفع الاحتياط الفيدرالي الفائدة ب 75 نقطة أساس أم ب 50 نقطة أساس الشهر المقبل؟ وهنالك اختلاف كبير بين المستثمرين والاقتصاديين تجاه رفع الفائدة ب 50 أو 75 نقطة أساس، لأن الاحتياط الفيدرالي حاليا يجب أن يجابه التضخم، لكن في نفس الوقت أن يبقي قدر الإمكان على النمو الاقتصادي مستمر. نعم سركيس، يعني فيما يتعلق في مؤشر الدولار تحديدا وبعد حالة التذبذب التي حظي بها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، هل فعلا وصل إلى أعلى قمة فنيا يعني سركيس، ووصوله إلى أقل قمة خلال هذه الفترة، هل هي فعلا أعلى قمة وصل لها مؤشر الدولار؟ الآن لو تحدثنا فنيا عن تحركات الدولار الأمريكي، فهنالك مستوى دعم صاعد متواجد حول 104 نقاط بالنسبة لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسية. إن استقرار الدولار الأمريكي أو مؤشر الدولار فوق 104 نقاط يعتبر إيجابي جدا فنيا، وقد يبقي على احتمالات الارتفاع حتى لو شهدنا بعض التصحيحات الهابطة المؤقتة في الدولار الأمريكي. فالثبات فوق 104 نقاط يرجح أن نشهد ارتفاعات خلال الفترة المقبلة التي قد تمتد لبضعة أسابيع أو بعض الأشهر، لنجد مؤشر الدولار عند 110 نقاط بحسب طبعا أصول التحليل الفني. النظرة الأساسية أيضا تدعم هذه الارتفاعات، إذ أن الفيدرالي الأمريكي من المتوقع أن يستمر برفع الفائدة حتى لو قلص وتيرة ومقدار رفع الفائدة. نعم، إذن في ظل هذه التوقعات هل سنرى اليورو عند مستويات 98 سنتا، يعني في ظل البقاء عند أعلى قمة كما تفضلت عند 110 نقاط؟ الآن بالنسبة لليورو، هو شهد تصحيحات صاعدة خلال الفترة الماضية. هذه التصحيحات الصاعدة لم تتعدى 3 أو 4 سنتات أمريكية بعد انخفاضات هائلة بدأت منذ بداية هذا العام. بالتالي الارتفاعات التي حصلت في اليورو أعتبرها مجرد إعادة تسعير، ومع احتمالات ارتفاع الدولار الأمريكي فهنا أعتقد بأن اليورو قد يواجه ضغط هابط بالفعل لينخفض ما دون نقطة التعادل مستويات 99 سنت 98 سنتا أمريكي، قد تكون مستهدفة من مستهدفات اليورو أمام الدولار الأمريكي، خصوصا وأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع الفائدة بالفعل، لكن ليس بالمقدار الذي يتوجه الاحتياط الفيدرالي لرفع الفائدة فيه. بالتالي حتى لو شهدنا ارتفاعات لليورو أمام الدولار الأمريكي، فأعتقد بأن هذه الارتفاعات محدودة نسبيا، وقد تبطل في أي لحظة يعود فيها الدولار الأمريكي للارتفاع وينخفض اليورو مرة أخرى، إلا طبعا إذا حصلت مستجدات اقتصادية تغير من توجهات الاحتياط الفيدرالي. نعم، يعني أيضا لاحظنا بأن الليرة التركية، يعني لما تحدثنا عن العملات المقابلة للدولار، تواصل حالة من التراجعات، وأيضا السياسة المتبعة في تركيا يعني تختلف تماما عن السياسة المتبعة من الفيدرالي الأمريكي. هذه الفروقات كيف تؤثر على الليرة التركية وكيف تصف يعني حالتها حاليا؟ الآن بالنسبة لليرة التركية تتداول عند حوالي 17.96 ليرة تركية لكل دولار أمريكي واحد. يجب أن نعلم بأن هذه المستويات قريبة جدا من أدنى مستويات على الإطلاق لليرة التركية، والتي تحققت شهر كانون الأول الماضي 2021.
نعم. إن التوجهات في البنك المركزي التركي في تثبيت أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل لعند أكثر من 79% معدل التضخم يتطلب تدخل من البنك المركزي التركي، لكن البنك المركزي التركي حاليا سياساته تنصب على التحفيز الاقتصادي، وبالتالي قد تبقى الليرة التركية ضعيفة بانتظار أي تحرك إن كان سياسي أو من البنك المركزي التركي لإيقاف هذا الانخفاض الكبير إن صح التعبير في الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار إن انخفاض الليرة التركية قد يكون مفيد لميزان المدفوعات والميزان التجاري، لكن في نفس الوقت يجب أن يكون هذا الانخفاض نوعا ما محدود، وإذا لم يتدخل البنك المركزي التركي فقد تشهد الليرة المزيد من الانخفاض. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا.